باريخو قريب من برشلونة. قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني صرف النظر عن ضم الإيفواري جيان ميشيل سيري لاعب وسط نيس الفرنسي عقب ظهوره بمستوى متواضع في مباراة فريقه أمام نابولي ببطولة دوري أبطال أوروبا. وفقا لما نقلته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة برشلونة وجهت بوصلتها نحو داني باريخو لاعب وسط نادي فالنسيا الإسباني تمهيدا لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. هذا وتسعى الإدارة الكتالونية لبدء مفاوضاتها مع إدارة الخفافيش بشأن ضم باريخو في ظل اقتناع أرنستو فالفيردي مدرب الفريق الجديد بإمكانيات اللاعب، حيث كان يعمل سويا في موسم 2012-2013. وأشارت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو، إلى أن إدارة برشلونة تسعى للدخول في مفاوضات مع إدارة ناديه لضمه، حيث من الممكن أن ينضم اللاعب للبلغرانا بمقابل أقل بكثير. دي ماريا قريب من البارسا. اقترب نادي برشلونة الإسباني كثيرا من ضم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وفقا لما نقلته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تجد صعوبة كبيرة في إنهاء صفقتي البرازيلي كوتينيو نجم ليفربول وعثمان ديمبلي مهاجم بروسيا دورتموند، الأمر الذي جعلهم يتوجهون نحو النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا. هذا وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الصفقة لن تكلف خزائن برشلونة الكثير، حيث من المتوقع أن ينضم دي ماريا لبرشلونة مقابل 50 مليون يورو. وأبدى دي ماريا تحمسه للانتقال لبرشلونة، حيث يرغب في مزامنة مواطنه وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي ليشكلا ثنائيا متميزا مثل ثنائيتهما في المنتخب الأرجنتيني. كما سبق لدي ماريا أن خاض تجربة في الدوري الإسباني عبر نادي ريال مدريد الإسباني، والذي استمرت لأربع مواسم قبل أن ينتقل في صيف عام 2014 لنادي مانشستر يونايتد، ومنه إلى نادي باريس سان جيرمان. وكان الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد أعلن في وقت سابق انضمام دي ماريا للبلوغرانا بشكل رسمي، قبل أن يتم نفي الخبر وإعلان تعرض الحساب للاختراق من مجهولين. برشلونة يعرض 150 مليون يورو لكوتينيو. رفضت إدارة برشلونة الإسباني رفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام في صفقة انضمام البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وكانت إدارة ليفربول قد أعلنت رفضها التام لرحيل اللاعب، حيث أعلنت مرارا وتكرارا رفضها كل عروض النادي الكتالوني، والتي كانت آخرها بقيمة 130 مليون يورو. ووفقا لما نقلته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن ممثلي برشلونة قد توجهوا بالفعل ومجددا إلى إنجلترا للدخول في مفاوضات جديدة مع مسؤولي الريدز، أملا في إنهاء الصفقة خلال أيام قليلة. وأشارت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة جاء بعرض جديد وصل ل 150 مليون يورو من أجل ضم كوتينيو، وهي قيمة يصعب رفضها. هذا ولم يشارك كوتينيو في مباراة فريقه مساء الأربعاء أمام هوفنهايم الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما أنه أعلن رغبته في الرحيل عن الريدز والانضمام لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي. هازارد إلى ريال مدريد. أكد موقع دون بالون الإسباني سعي الجناح البلجيكي إيدن هازارد لإتمام انتقاله لريال مدريد بظل الاهتمام الكبير من قبل رئيس النادي والمدرب بخدماته. الموقع قال أن هازارد تحدث مع زيدان ووعده بأن يضغط قدر الإمكان على تشيلسي بحال تقدم ريال مدريد بعرض لضمه، ليضع الكرة بملعب النادي الملكي، علما أن إدارة البلوز كانت قد أكدت سابقا رغبتها بالحفاظ على اللاعب. ويسعى ريال مدريد لإتمام صفقة كبيرة قبل إغلاق فترة الانتقالات بعد فشل مفاوضات ضم مبابي والتخلي عن موراتا وخاميس هذا الصيف. ونجح هازارد بتسجيل 16 هدف وصناعة 5 أخرى
ليقود فريقه بالفوز بلقب البريمير ليج الموسم الماضي، لكنه عانى منذ نهاية الموسم من إصابة بالكاحل غيبته عن التمارين الجماعية حتى الأسبوع الماضي. ويذكر أن عقد هازارد مع البلوز يمتد حتى صيف 2020، لكن رغبة اللاعب بالرحيل قد تلعب دورا كبيرا بإعطاء فرصة لريال مدريد.